انا بدات كمهاجم، ولكن يمكن كان عندي مشكله ان انا كنت قصير شويه. حسيت ان حته المهاجم دي بادي بشكل كويس، بس لا يعني في ناس اطول مني واقوى مني وكده. وصلت سن 15 سنه بدا يبقى في ناس اللي بتلعب عليا، انا ما بلعبش وكده. مع وفاه والد الله يرحمه في الوقت ده، فبدات احس ان الامور مش ماشيه معايا، بدا يحصل نوع من انواع التخبط عندي شويه. خدت جنب من النادي واكتفيت ان انا بلعب بالمدرسه بس. ممكن اشتغل فتره الصيف يعني، ما اقعدش كده طالما ما عنديش حاجه، ممكن انزل اشتغل، ممكن اعمل اي حاجه، المهم ان انا اعرف ازاي اعتمد على نفسي وما استناش ان انا يعني ظروف الاسريه، لا ان انا انزل اساعد نفسي والكلام ده. دي يمكن اللي كونت شخصيتي، دي اللي كونت ان انا اعرف اعتمد على نفسي من وانا في سن، من وانا في سن صغير، من وانا كنت خطيت له 14 سنه. كان في دايما زمان يعملوا احالات لبورسعيد، كنت مثلا اطلع اخد من اصحابي فلوس، الم منهم فلوس مثلا واجيب لبس وبيعه مثلا لما ارجع بالنسبه لاصحابي. عشان كده الواحد دايما انا يبقى في اي حاجه في البيت عندي بايظه انا اقف اصلحها، ما عنديش يعني ما عنديش ازمه خالص ان انا اقف اصلحها. ما كانش عندي مشكله، ما كنتش شايف ان ده عيب، بالعكس انا كنت شايف ان ده كون شخصيتي. بس الحلم بتاعي طول الوقت لا موجود قدامي، شايف نفسي عايز اكون لعيب كوره.